ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام؟ عشر ذي الحجة، الصلاة الفريضة، والصيام النافلة وعرفة، والصدقة والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله الكنز، والترديد مع المؤذن، والاستغفار والدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاوة القرآن، والتوبة، وبر الوالدين، وصلة الرحم، وصلة أصدقاء الأبوين، وإكرام الضيف، وحسن الجوار، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، وحسن الكلام، وقيام الليل، وصلاة الضحى، وأذكار الصباح والمساء، النوم على طهارة، والتبسم، والتفكر في آيات الله الكونية، الشمس والقمر والنجوم، واحتمال الأذى من المسلمين والصبر عليهم، ومعاملتهم بالحسنة، والرفق والتأني، وكظم الغيظ ورد الغضب، وإنجاز الوعد، وصلاة التوبة، وركعتا الوضوء، والنصيحة، وتعليم الجاهل، ونصرة المظلوم، وغض البصر، وحضور الجنائز، وتعزية المصاب، وعيادة المرضى، وإجابة الدعوة، دعوة أخيك، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والترديد خلف المؤذن، ونشر السنن، والهدية، والمصافحة لله، وتوقير الكبير، وقضاء الدين، وإقراض المحتاج، وإنظار المعسر، وإسقاط الدين أو التخفيف، وإماطة الأذى، والتسامح في البيع والشراء، والستر على المسلمين، وكفالة اليتيم، والسعي على الأرملة، وقضاء حاجات الأرملة والمعاملات، وبناء المساجد، والدلالة على الخير، ونشر العلم في الشبكات، والوعظ وسماع المواعظ، وإهداء الفقير، والإعانة على الزواج، وتزويج الفقير، والإصلاح بين المتخاصمين، ومصاحبة الأخيار، والوقف أن توقف لله، والحج المبرور، والتدريب المجاني، وتعليم صنعة، وإدخال السرور، ومسح رأس اليتيم، وإعالة البنات والأخوات، والنفقة على الزوجة والأولاد، وإجابة المرأة دعوة زوجها للفراش، وطاعتها له، وخدمة بيتها، وتنظيف المساجد، وسقي الماء، والبكاء من خشية الله، وقضاء حوائج المسلمين، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، وإعفاف الزوجة، والاحتساب في الرقية، وتهنئة المسلم على النعمة تحصل له، وكتابة وصيتك بحق، وكسوة المسلم، والبدء ببسم الله في الأمور، والحرص على السواك، ومعاونة الأهل في المنزل، والمشي إلى المساجد، وتحسين الصوت في القرآن،